اهلا بيك في مصر. حضرتك منين؟ انا من سوريا. اهلا وسهلا. حضرتك مقيم من ساعه الانقلاب ولا بقالك مده؟ لا انا موجود في مصر خمس سنين بدرس تمثيل وخراج. ما شاء الله. وحضرتك متعود تحضر مولد الحسين على طول؟ من المناسبات المفضلة عندي بمصر من أنا وبسوريا، يعني دائما نسمع عن المولد وعن جمال مصر بالمولد. كان عندي مثل حلم إن أنا أكون موجود بهيك مناسبة. تحقق الحلم الحمد لله. تحقق الحمد لله. يعني حضرتك بتيجي بتحضر مولد الحسين بس ولا ما متعود تحضر المولد اللي على مستوى مصر هذا البيت كلهم؟ كل ما تيجي فرصة واسمع عن مولد أنا بتشرف وببقى سعيد، يعني أنا أحضر مولد وبتروح الناس متعاونة والناس لطيفة، مجرد يعرفوا حتى إن ضيف بلاقيته يعني الناس الشعب ما شاء الله يعني المصريين إيه يعني إيه خلال عشريتك هو يعني الشعب يعني بكريم وبيساعدنا وبيقف جنبنا وبيقدمونا الخدمات اللي بتريحنا يعني هلا برا في زحمة حسوا نحن ما عارفين نمشي لا ساعدونا وقعدونا على كراسي فوق راسنا لا فوق راسنا وشاطات فوق راسنا والله انتوا ناس محترمة واهلا بيكم بلدكم الثاني مصر يعني اكيد بلدنا الثاني بنتشرف فيه ربنا يخليك حبيبي حبيبتك بقى انت مش هسألك بقى قولي انا كذا وقاعدة في مصر وكذا انت انا من سوريا جيت سياحه على مصر وقعدت في مولد هون وانا من نفسي بدي احضر مولد من زمان عشان هيك بشوفها بالافلام يعني وجيت واتفرجت وانا كثير 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 مبسوطه عشان الوضع كان جميل قوي وانا كثير كثير مبسوطه جو جديد علي انا ما اعرفه يعني حضرتك اول مره تحضري مولد ولا حضرتك اول مره بالضبط اول مره بالضبط انا ما كنت دايما انا بقول لك هلا شفتها على التلفزيون كثير قوي وانا ما عرفت وقت أنا جيت اتفرجت كانت سعادة وحسيت بقلة الشعب المصري مع كل الأطياف مع كل الأجزاء كان الناس طيبين كثير وأنا يعني حسيت سعادة يعني وأنا وصيكم أهلا بيك في مصر بلدك الثانية أهلا من سوريا أنا الشعب المصري الأول شعب جزيرة زي الشعب السوري مش مختلف عن بعض خالص هذا الأيام الوحدة عام 73 هم شعب واحد طول عمره وأنا شعب واحد مهما حصل مهما حصل من سويات نفضل مع بعض أول مرة تيجي المولد؟ أول مرة وإيه رأيك؟ جميل أوي يعني في محافظين على التراث بتاعنا أيام زمان أيام حسن الحسين الناس بتفضي طريق كراسي بقعد الناس احساسك ايه بالوضع الامني الوضع الامني انا ما كنتش متوتر انا كنت بقى فاكر زي زمان هنلاقي مشان وهنلاقي مش عارف ايه وفجاه بص لقيت بيقول لي معيش محفظتي والجو ده الامن منتشر بره موجودين وتمام اي نعم ما فيش رجال امن جوه المكان بس الاهالي نفسهم لو انا يعني انا وانا ماشي ومعايا ست مصريه او ايا كان مش هيحصل اللي انا كنت شايفه لو الناس كانت بترحب اكتر لا خشوا تعالوا تتفرجوا تعالوا شوفوا تعالوا اعملوا هكذا يعني بس تمام انت حسيت بحب المصريين طبعا بص اقول لك على حاجه احنا واحنا ماشيين انا كنت قاعد بتفرج وعكسات على الازمه اللي احنا فيها انا بتفاجئ ان هو الشعب عم يحميني من نفسه بيعدي الطريق انا ويحاول يعديني عشان اني انا اتفرج على التراث بتاعهم بس بصراحه ما كانش في اي معكسه خالص ويعني كنت يقول اني انا اتفرج اكثر وقربوني لقدام واتفرجت يعني تفاجئت يعني بصراحه الشعب المصري بالالفه بعد ما كان في جميع الاطياف حتى كان في غرب غيرنا يعني ما بس احنا حضرتك شعرت بالامان في مصر؟ طبعا طبعا لان هو بين هو الشعب المصري انا قلت لك هو حماني من نفسه يعني هو يعديني يبعد يعني يحاول ان يبعد الناس عني عشان انا اعدي عشان انا اتفرج بعدين اتفرج هو حط الكرسي و نسيتهم يعني هو حماني انا اخاف من ايه بقى ما هو عم يحميني اهلا بيك
اتفضل قول بقى. كنت بس عايز كنت مصر ان انا اقول تفصيله مهمه. لما بتقعد بالبيت وبتحضر الاخبار تتوجس انك تنزل الشارع تسمع ان في تفجيرات وفي مشاكل والدنيا ما قلق بمصر. يا جماعه هذا الحكي بالعكس تماما تماما تماما. يعني انا نزلت انا ما شفت البوليس ولا شفت الشرطه بس الدنيا امان لدرجه رهيبه. يعني انا كنت مطمن على امي ماشيه معي من وسط الزحمه. ف يعني مصر فعلا بلد امان. والاخبار اللي بنسمعها عن تفجيرات وعن مشاكل وعن القلق الموجود بمصر هو فعليا ما موجود ابدا. بيحاولوا يظهروا هي يطلعوا هيدي الصوره مشان يضربوا السياحه. بعتبر مصر اكثر بلد بالشرق الاوسط ومن اكثر بلاد العالم يعني في اماكن سياحيه واثار وتراث. فبيحاولوا يسيئوا لمصر بهيدي الطريقه. انا كغريب عن مصر عايش بمصر انا حاسس بامان كلي. انا بنزل باي وقت وباي مكان وما حدا بيعترف. ولما بيعرفوا انه انا سوري في ممثله ناس بتتعاطف معي وبتضامن معي وبتعامل على كاني من بلدي ما بحس باي وانا بعتذر لبعض التصرفات المسيئه اللي حصلت من بعض السوريين ايام السابقه. ومؤكد انه هذا بسبب الاخوان اسلول من دماغهم وسيطروا عليهم وقنعوهم انه راح يساعدوهم. وهن ناس هنا شعب بسيط مثل اي شعب بسيط تاني. برجع بكرر اعتذاري عن السوريين بعض التصرفات اللي حصلت كسوريين. راجل عظيم محترم.